الله يسامح هالزمن شو عمل فينا. كان ضروري كل هالشقة والتعتير. يا مو أنا السبب بكل شو عم يصير معنا مو هيك؟ لا يا مو ما دخلك أنتي. نحن الاثنين ضلع قاصر وما عنا مين يحمينا. طيب يا مو ليش ما بتتجوزي وتلاقي مين يحمينا ويوقف معنا؟ ولمين بدي اتركك لك بنتي؟ أنا خلص راحت علي. ليش راحت عليك لطالما تجوزتي أبي وجبتيني على هالدنيا؟ جربتي الجواز مرة؟ إيه جربته. ويا ريتني ما جربته. هذا أكيد أبو رضوان جاي ياخذ كري البيت. لأقوم افتح له. مين؟ أبو رضوان. يلا يلا. خليك تكي أبو رضوان تكي. تفضل. مساء الخير. مساء الخيرات. بدي اخذ كري البيت اذا ما بصير سئلي. ايه حقك على عيني. تفضل هي ورقه ونص. مع السلامه. هيك من على الباب ما في فنجان قهوه. سلامة فهمك ابو رضوان. نحن حريم عايشين لحالنا. مع السلامه. ايه حقك. خاطرك. الله معك. يخرب بيته ما اغلظه. محجوب قلي اختك وينها؟ اختي؟ ليش عم تسأل يا بيك؟ عم بسأل مشان نساعدك ندور عليها. انا اللي بدي ادور عليها وانا اللي بدي اقتلها. هذا الحكي ما بصير يا محجوب. اختك شو عاملة؟ عاملة اللي عملته. محجوب انا جبتك لهون لتحكي لي لنقدر نساعدك ونلاقيها. عافيني يا ابو نبيل بيك. عافيني ما فيني احكي بنوب معيتك. بدك تحكي وهلا لقدر ساعدك. خلي طريق يا بيك انا لازم امشي. تفضل. يلا. محجوب يا باسط الراس ما بتجيب نتيجه. ايه